حاضر يعلم الغايب ابوي العين ابوي جوها ولايتي جوها كانك يا استحلم. هذا شارع خليفه وعدي بمسند غيانوس ما مشيت به ولا تمشي ضاري ابو كسنين الاولي في الوقت اللي خطف هي اسميني ترترت في الترتير الا دمبك ساير دمبك ياي دمبك ساير دمبك ياي اسميني قزرت وطر فيه يا زين يا العين مبرد وما زين جوك زادها ابوي زادهم هالعين زامين بعمارهم ما بمن هيد من جو بلادهم من جو بقعتنهم فيها زامين بعمارهم. لام الله ابوي من يلومكم لام الله من يلومكم ولا ها فاتح الجامات ندوكم اي اماره تروم تفتح الجامات. الجو اللي يقولون عنه يطول العمر اليوم انا عشت عالم الله هل اني بعيش زيادة 15 لو 17 يا غير اظني 19. هذا الجو اللي انا عايش الحين هذا كم ساعة هذا يزيد العمر فانا اعتقد اني بيزيدني 19 سنة حسب 5 دقائق. الجو شو حتى ما باين علي يصير ارقد في رقاطة عيوني ها متلاصقات هباب مار وما فرج ايش اسوي؟ الجو ما يتودر صبر جميل بالله المستعان وحين بسير وبنطفئ احياب الله عليكم حد يبدر هالجو الغاوي انا ما كنت ناوي اي العيد ما ادري كيف عزمت واشتليت نص الليل والله لو شيء ابوي الا اني حين استسلم للواقع واسير ابوي الفندق واحط راسي ابوي وانطبل ما شيء ابوي غير الرقاد ولا والله يا ابوك لو دريت ان الجو لهالدرجه بتعدل في العين يني جيت يا ابوك من العصر ولا من عقب العرس عقب ما اديت الواجب اني سيدي سرت البيت الى استسحب الا سنابات ولا انزل صور ونزل فيديوهات الشوب اقولكم امور يا جماعة الخير الله كريم يلا تصبحون على خير. اليوم اللعب ما في سناب تو اليوم في سناب لو ما شي سناب اليوم ما في سناب ما في سناب. اليوم شو يوم اللا اليوم لا هي ليش كل يوم سو ما في فايده بابا تعبان هي سناب ما في زيك اليوم كل يوم زي طالع هني خلني انا اشوفك وين انت يعني الحين اليوم في سناب ولا ما في سناب اليوم ما في سناب ليش انا في تعبان سوق كل يوم سوق هي ما في فايده كل يوم سناب نفرات عندهم شغل نفرات كل يوم سوق يا رك الله يا متو يا رك الله شكرا يا متو يلا برايك سر ثانك يو متو لا ترى بعد شوي روح كذا ما فيني لا بتغدى ابو ظبي بارك الله فيك يا متو بعدين راسه كبت زين ثانك يو متو يلا سر بسرعه اركب اركب اليوم لا أقولكم هو اليوم يوم لا نحن ندري بأن اليوم لا يا غير يا أبوكم كلمة ترقى فوق لين مصراتي وترد تهبط ترقى وتنزل وما في يا أبوكم يا أبودها بموت من القصة ما قلتها تحيدون موضوع الفندق فندقنا هذا الفنان اللي في العين واجه من واجهات الدولة المشرف اللي ما شي شرافته فندق ينضرب بالوصوف في الزين وفي الرقي وفي المدينة الجميلة وفي مكان الفنان يعني الله يحفظه الفندق ما يخصني بس مو ولا في علمه ولا في اخباره يا غير ابوي يتم من مدة والمدة كانت ما كانت طويلة وايد قبل كذا شهر فكل بلد في الكون مكينة السبريسو اللي في الغرفة تكون يكون بفري
اي بلد يكون القهوه ببلاش، ما في الروم سيرفز ولا في المطعم، لا اللي في الغرفه، في اي بلد، في افقر بلد بلدان العالم وفي اغناها، في كل. نحن اللهم لك الحمد ما بفقاره، نحن اغنياء، اغنياء بالله سبحانه وتعالى، اغنياء وما علينا قصيره. كيف يعني نعيز نجهوي ضيف جاينا؟ ليش؟ وكل العالم الضيف اللي يجون الفنادق في نيال هوا وحاطي مكاين محطوطات مكان للسبريس ولا في الغرف سبيل. انبو انتو تتعايزون عن في نيال قهوة جيمت 10 دراهم ولا 5 دراهم؟ شو يعني؟ هذا اللي يسرط الهيب ويقصب الابرة. لا والله الله لا سامحكم من إدارة إذا أنكم تستمرون على هالحال المايل. لا والله نحن لفقارة، وبلادنا الحمد لله بلاد خير، وبلاد يعرفون المذاهب والمعاني، وساقين على الشريعة الله ساقوها على الدابة رد في سربها. أنكم تعدلون من هالوضع بلعويد الله من شركم. يلا باركم ياركم الله. الله يحفظكم، مساكم الله بالخير في يوم الله. أدري بأن يوم لا أدري يوم الله نحن ندريبه، مو يخصكم عادة. أنا شد غير رأيي لمدة جي من بني ياسرين أوصل 5 دقائق ما صبرت طول الدرب وأنا ساكت، من ظهرت من العين لين وصلت أبوظبي، ومن البارح وأنا صاخ عنكم عن أبو حد يقولي كيف حالك كيف أنت طرشوا لي رسالة عن أبو ما حب فيكم حتى افتكر قال بلا هلا دمي وصل يا وصل أبوظبي ما وصل خلص شغله له وساير أسبه. ابوكم تماركم صديق ربيعكم الا للدامعينكم اسوي ياكم سوالف. ثانك يو جميع المسجات يت بارك الله فيكم. لك تولهت عليكم شو اسوي؟ قولوا لي ادمان ادمان هالسناب ادمان زاد هم محمد كل يوم صدع وديان من خذت لين لين اصطاح السناب ونحن ما تتواجد. بس بغيت اخبركم اني وصلت وصلت الحين ابن اياس باجي ان شاء الله شيء بسيط وبوصل محمد بن زايد وبتغدى بعين الله خير. في احتمال 85% اني احضر عرسي على الله يحفظكم في نادي الضباط. جايتني الدعوة لين البيت وان شاء الله اني بحط لكم الكرت وبحضر العرس ان شاء الله. اشوف عمري متعايز لكن ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى بيقويني وبحب دعيتهم فاستجيبوا. ناس جايين لين البيت يدعوني هبه مطرشين لي كرت بالواتساب ولا دعوة عادية، لا واصليني لين البيت. وما في والله ان شاء الله اني ما بتعايز ان شاء الله اني ما بتعايز. هي كلمة بتعايز ولا تهايز ولا هيز ولا عياز؟ انا اللي اعرف انه اتعايز ما ادري كيف حد مطرشين لي والله. أقولكم على الانستغرام بدل ما أحط أبوي المكونات ما مكتوب عليه مال الخمير مال الشباب مكتوب أبوي فوق الشباب لكان الطريقة ولا العين مال الخمير. سامحوني كنسل سويت الديليت من شو اسمه من الانستغرام والحين برد أبوي اللي ممكن كاتب المكونات ترد تطرش لي إياها علشان أنزلها في الانستغرام. مليون وحده كاتب تنهم ما ادري وين افدن. ترى كل دقيقه امسح من كثر المسجات اللي تليفوني ازم ما يروم يتنسخ فقير من المسجات والصور والفيديوهات. اللي مطلوب حاليا عشان تكلمت بسرعه قبل شويه وخفت ان احد ما افتهم شو قلت. اللي مطلوب يعني الله يحفظكم طريق المكونات للشباب اللي انا مسوين لازم ينكتب شيء بخط حلو وفنان حق انزله في الانستغرام حق العرب يبونه. بارك الله فيك. هل يقول ابوي ما حد ما سمعته ولا شياته؟ اللي مثلا الحين ما يسمع ما يعرف يقرا بنسمعه، واللي ما يعرف يسمع ترى شاف، واللي ما يعرف يشوف بعد يدور له عاده على هو. المهم هاي الدعوه ابوي يتشرف عائله سعاده احمد بن فاضل بن سعيد الهاملي والسيد خليفه خلفان ضحي الهاملي بدعوتكم لحضور حفل زفاف نجليهما فاضل على كريمه السيد
خليفة خلفان ضحي الهاملي اليوم في نادي الضباط الساعة 4 العصر حين يعني لا تقولون ما حد قال التصوير من قرب لكن ايه بخبركم ابوي اللي بيسوي ازيات بطايق مال دعوة لقولهم يخفون هذا الصليج منه الصليج الحين اليوم بتصور ما يظهر زين ما زين حتى اللي بيقرا لازم مرة يمقل بعيونه تمجيل يلا يلا يعرف يقرأها طيب ما يقرأها يلا يلا يوم بتجرب جريب فعرس الرياييل اليوم ابوي وعرس الحريم ها كل الكل منكر يا الله عاد انت حرمات تدورين السبب والله حتى اللي بلي نظاره ضاي تشوف بنظاره من يجيها كرة العرس بلي نظاره تقرا كل شيء حتى لو الحروف ما ينقرن البيت كلن عاد حالنا حال البيوت اللي الله كاتب انه غدا البيت العادي اليوم طالت عماركم عيش شيلان شوي تستلينون اللي حقي انا وكسيف كسيف مطفي كسيف طالت قالها هذا مطفي كسيف هذا ابو مطفي الكسيف مطفي المطفي نفس المطفي العادي لكن ابوي كسيف هبا يا الله يحفظ ما بشفنا مدفى لا كسيف فرق ترى بين المدفى والكسيف يلا وهذا يا الله يحفظكم غدائي قال لكم ما بسوي يوم بسوي شيء مميز بصوره والغداء العادي اللي الناس كل حد يتغدى منه كل يوم ما بصوره احنا لان الناس ابوي يعرفون كل شيء وحتى هذا الناس كلها تعرفه يا غير اللادمي التذكير والكسيف والدوسان هذا كله ابوي الناس تتهلع عليه يوزلها تاكله يعني يتهلعون عليه يعني الناس تشتهي العيش اللي فيها خير اللي التراثي هذا مثل الكسيف والمدفى نوع ابوي من النيسر ونوع الثاني البدح من يكثر ورخص يبسوه هبوه في الشمس وبسلوه وباعوه في غراش شيء كسيف وشيء مدفى واللي اخير اللي الد يعني حق المطفي هو المدفى يلا بتغدى عادي وهذا ايش قال لموته هذا غير شرات المطارد شو شرات الصلوب يستعملوا يوم يصيرون العمره ولا يصيرون الحي يستعملونه العرب ولذيذ وفنان يسوونه مطفي عاده ولذيذ ما شرات المطفي العادي مال كنعد مال الصافي نفس الشيء لا غير هذا يغسلونه ويودن سهله تشوفونها حمسه المطفي العاديه اللي هم لومي ملبب ولوميا وبصل وثوم وكزبره وطماط يحمسونه ودفنه وبوي عقب الكان مدفى نيسر ولا بدح دفنوا في المطفي وخلوه بيسكر على ضوء هاديه يلين عاد بالحل اسمك يلين عقب انك هذا شيء لذيذ وايد فنان اخير ولد حتى عن الطريق يلا بتغدى هذا زين ابوي ترى حتى لكن مع المتطورين نحن خدمها ها سباجيتي على صوص دياي ابيض وساعات يسوون بعد على صوص دياي احمر وهذا ابوي مسوي ميكس صوص دياي احمر وصوص دياي ابيض وها بتحرونه بس الجنجل ما نعرف الا ما الاول لا حتى ما الجديد نعرف كل شيء ما يغلب نعرف والجماعه ابوي اللي طالبين يبان سلطه الكيل الكير ابوي نسيت هب نسيت جاي متاخر فلذلك ابوي ان شاء الله اوعدكم ان شاء الله باكر ورا باكر بارويكم الطريقه وبخبر بخلي بشكارات يسوونها وانا بصور لكم يلا ما ادري الحين نروح عند بوابه الفندق اللي هو نادي فندق ونادي ضباط القوات المسلحه زين هو عاد عرس الهوامل اليوم على الله يبارك لهم بدخل بسلم وبجلس وبتقهوى وان شاء الله هنا ما بيكون زحمه زياده اصلا انا جاي متاخر روح جاي متاخر المفروض ما اتاخر هكذا غير لا حول ولا قوه انا تاخرت زياده فما علي والله ما شاء الله تقريبا المكان ممزوح انا ابو كل يوم على هالتاخير
شو اللي خليني اتاخر هالكذا؟ زين شو اسوي؟ ترى هداي لين جيت من العين ولين خطبت في ما ادري ايش قايل وخلصت شغلي بعد الدادري الحمد لله بعد بشيركم قلت باركم عليه رضوان من الله. يلا حبناكم فوق بتصور بخبركم الحس بعطيكم العين. الحين هاي صورها هاي هبه بصوره هاي فيديو انزين شو العرس صوره طيب فنانه نعم فنان كل شيء زين كل شيء ولا شو يقول لك الحين هن الحرمات هني بدا يتخبر انك عن خدمه الدهنه وعن خدمه هاي ابوي ما بخاب ما بعمومي هاي خاصه لي انا خاصه انخبر الترب واباره سلعتي بعد مرحبا مرحبا هلا هلا حالك كيف انت الله يسلمك ويحفظك لقاء صحفي لقاء صحفي شكرا شكرا على هذا الله ييسر اموركم الحين ريال هذا ترى ويهتم وياه الريال هذا يسوي لنا وياه لقاء هذا عيسى بن مطر الفلاحي للي عاد خلاص ابوي هو اسمه لبوكته الخاصه راعي محذر اي راعي محذر عنده بعير يسمونه المحذر نعم بعير شبوك بالله عليه نعم وينتج انتاج زين طيب نعم طيب هو بكبره طيب فلاحي فلاحي وين بيجيبه الطيب يهياني ابو شيخ يعلك تعرفك العافيه ان شاء الله دوم ما تفارجك ان شاء الله انت محمد بن عبيد نعم وعقر المزروع عقر المزروع اي على الله يحفظك عرس خالي الحين بعرسون ايوه على الله يبارك لهم ان شاء الله فاضل فاضل والله والنعم 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 بس كنت عدالنا اي نعم هناك يمين سبع ما قد شفتكم والله احنا عاد ما ان شاء الله ما تظهر على الشاشه لا انت تظهر على الشاشه ما مرحبا مرحبا السلام عليكم كيف حالكم السلام عليكم كيف انت ما صورنا هاي شاشه هي افراح الهاملي قاعه طنب الكبرى والصغرى يا سلام سلم يا البوت الهامري كيف حالك الله يعافيك الاول نحن عديبك من كم من 30 سنه ظني لا اله الا الله والله العظيم انت صغير كانوا ويانا ابو حمد ايه الكبيسي ايه الحين من وياي هنا هذا الريال الفنان خليفه بن حي الهامري والله مليون مرحبا ولا يسد واتمنى لي العرس ان شاء الله الجديد بعد لا حول يا ريال يا برك الساعات يا ريال يلا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله فيديو ما شيء صور عادية فيديو كل شرخ نحن مصب ياسين صورك ولا خبرنا ابو الجماعة ان ابو هذا ابوي ابو العروس هذا الرجال هذا ابو العروس هذا اسمه خليفه من خلفان الهامي هذا ابو العروس وهذا هذا ابو المعرس سعادة بن فاضل الهاملي وهذا ابو هذا هذا المعرس بكبره ما شاء الله تبارك الرحمن وهذا سعادة محمد بن غنام يا الله يحفظه الهاملي محمد فاضل الهاملي تبارك الرحمن وهذا ريال وهذا الريال اسمه زايد يا الله يحفظه وهذا واحد تو ياسي يشرخ يصور تعال ياي ايش تباني تصورني صور المعرس عرف صورني انا ايش تباني والله مقدر المعرس يا سلام مرحبا 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المعرس هذا ابو يربيع الريال هل تشوفونه هذا صورته انا في العمره في مكه في مكه صورته هي هي وهذا ابوي خليفه بن عوض هي عمه هلال المريخي ايوه اشوف الطول نفس الطول اخر سلاله عندنا اخر اخر سلاله اخر لا اخر منتجين اخر يعني اخر لفحول عندنا لفحول هلا الله يخليهم اطعموهم زي ما زي ترى هذه شرات نوعية نادرة شنو هذا سويها؟ شو اسمك انت؟ منصور شو انا اسمي منصور منصور بن منو؟ بن زايد والله والنعم وانت؟ شو اسمك؟ حمدان والله والنعم حمدان هذا
أنا أقول يا رب البيت والحال. سبحان الله متفارجين في مكة وتلاقينا في أبو ظبي. اللهم لك الحمد. شو تقول؟ شو تقول؟ لا شو تبغى؟ ما عليه. تبغى صورة ولا ما تبغى صورة؟ وين أحط ناخذ سناب شات؟ شو اسمك أنت؟ ضياء. ضياء شو؟ بلوشي. والله بالنعم. أنت؟ شو اسمك؟ شو؟ إسلام البلوشي. كرامة؟ لا إسلام. إسلام. إسلام بلوشي. والله بالنعم. مشكورين يا عيال محمد. مشكورين. الأول. شاب الأول عبد الله علينا أيام أبو حمد. أيام أبو أبو حمد و بن فريح. بن فريح خل بن فريح. موسان. موسان. موسان مات. لا لا حي على الله يحفظه. لا لا ما ظني. لا 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 حي. لا مات. حي يا رجال اذكر الله. عدلو. كم بين حسب؟ نعم. نعم وانا بعد ابوي ما اباك. ها ابوي يلا الرمسة. ابوي قوت وخراب بيوت. انت ابوي ما تعيزه ما شاء الله من الرمسة. حوامل. ليش حوامل ما يعيزه من الرمسة؟ أشر عليك أنت شحت أنك من طولك. اسمع هناك دهن عود ونرجس وبلي. I'm
هذا ابوي عاد هلال المريخي على الله يحفظكم. صديق خشم وعين مرحبا مرحبا. زين هذا الحين الف زوم انا يا مخصوص عشان بصور هنا عم شو تحرر ابوي هذا ربيعنا لي في لندن وفي الوثبه وفي الوثبه لا لك انا اكثر في لندن انا ما دريت بك انك كم بني عود ولا تم خل الله العظيم طلع طلع التمرين الله يحفظك ليش في العقد تلقطون اي مناسبه لازم موجود والله مليون مرحبا ابو عبد الله على الله يحفظك وبارك فيك يطول بعمرك يرفع من شانك ان شاء الله شباب الاولاد الصغار اللي من مده في البحر شلاهبه عيالهم التوب اللي يتشابهون لكو 600 ادمي واغلبيتهم ابوي اغلبيتهم لا 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 ممنوع لا لا الحين نحن نظهر ابويا شباب حق اللي ابويا لها خاطر تعرس نعم. تصير تخاطب هي ما انا وايدات اللي يرق مني انا وايد وايد يا خطير مني. انت لكن الله بيرزقك بالله ان شاء الله ان شاء الله انزين وين اخوك؟ اخوي توأمك ها؟ توأمك وينه؟ وراك الحين بيه قل والله نعم اكو وينه خلي يجي مساك الله بالخير النور والسرور كيف حالك؟ عافيك الحين كلنا ابوي بيعرف انت منو بيعرف انت منو محمد علي خلفان بضحي الهاملي والله والنعم 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 شو اللي شو مقترحك لي قبل شوية انك تصور مع اصحاب الهمم متى عادة منو اللي بيتبرع في المركز نتبرك موعد انزين عبرك كم ساعة نتبرك موعد بشوف انا كيف انزين توكل على الله
الرجال هذا نحن هاك اليوم وعدت وياه على الغداء. نعم لكن ما وفيت. نعم زين شو اسوي عاده؟ داخل وعد الويكند هذا ان شاء الله. ان شاء الله هذا ولا ناصر ولا منصور؟ ما ادري واحد في واحد فيهم واحد منهم عليه حبة خال. لا مستحيل لا لا يكون حبة خال. لا لا كنا حتى انا بالمره شلوا وحطها لي ناصر تراه تركي. حالة ديور حاط عليه انا. الرجال ابوي عديبة في استراليا. خبر علينا. اي والله في جولد كوست تلاقينا. في جولد كوست. يعرفون الحين متذكر الحين انا. شوف محمد وعندنا اسبوع هذا. ان شاء الله. الكمبني من بعيد يبين الكمبني. شوفوا هي داير مس في التليفون. كل كمبني ويوم بيرمس يصاصر عمره ما حتى لي عداله ما يسمعه. شوفوا ها. كل كمبني. هذا وين هو من هذا من هو من المدينه وهذا هيوا من هو من ليوا لا سبحان الله هو من المدينه تلمنا مو وحده نفس القالب نفس الصبه اي نعم حد ليوا غير اخوان غادي حلو انت ما شاء الله انا من استويت حلو حلوه على الله يحاورك يبارك فيك يا ابو صغير عاش المعرس روح روح المعرس روح I'm not afraid.
ولا لا؟ لا لأن الحين ما عرفت. أحمد الهاملي اللي في جروب النكتة. الله يحفظك. الله يحفظك. I'm
في حياه؟ إيه؟ هذا هو. نعم عرسكم؟ عرسكم في حياه، في روح، في روح فرح فرح، يعني الفرح ان شاء الله ما يفارجكم يحفظكم ان شاء الله. هذا ابوي، هذا هذا عجيد القوم. نعم هذا عجيد القوم. نعم والكبير الله في الحرم تلاقينا وياه في مكه متلاقي وياه سوينا التمرين نتحرك من المدينه من اول. قال بايكم هذا ابو محمد يسوي. نعم هذا ها ياسين في اللوبي باللوبي وين الخالدي مره اقرب عنكم شاونا مره جديده ما شاء الله عمرها الخالدي الحمد لله الله يحفظك انت ولا بعمرك ان شاء الله الله يلحقك ان شاء الله في ذريه ذريته امين مشكور على وصولك واجب واجب هذا واجب انتم دم ولحم انتم من العروقي على الله يحفظكم الله يطول عماركم وعد لي غلب منو لي غلب غلب الخالد هي والله خالد اكلت كلها كلها تعليماته كلها تشجيع على الشيء هذا لكن هب خيار بدال يستن رقم واحد هي والله لازم تسوي تحدي يوم عديه العصر الحين لازم يوم يخليه خدمه قرص ويوم بلاليط ويوم مفروض ويوم هن معلمات لكن انت شغلك جديد هي 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 تستحليه جديد الاضافه اضافه هي ما هن راهن رواعي العرف رواعي المدينه وحل الدار كل هن اهل العرف يا غير ساعات حركات ما ضحك سوار مغير الله ييسر الامور ان شاء الله وين بتودينا الحين انت؟ عند ساعات اللواء سالم شلبود. هذا الزين، هذا الزين. اول بادي احنا صورناك انت الحين. كلكم باثنيناتكم الحين. سالم سالم هذا ريال انه هذا مع الوالد. انزين. هذا الوالد انا والوالد بس. بس انتم باثنينه؟ بس لا لا ثلاثة أربعة. انا وساعات اللواء بيكون عرسنا وانتم عازوم ان شاء الله. انزين ابارك كم ساعة؟ حريمكم ما عندهم خلاف؟ لا ما عندنا طال عمرك. شوف زين نحن من عادتنا ما نشاور الحريم. يا رجل حين اول ما تعرف سوالفنا الاولية. عارف لا حج عليها وياكم من استوي يا غير لا حين الامور اختلفت ما توهقنا الحين وكلهن يسمعن مليون هذه شوف نعطي هاي مليون ما يسدهن المليون بعد ما شد هي سنه 90 يسد المليون الحين 10 هي داهن يسكتنها يا ابو هذا ما فينا كان تبع بنبطل الله طيب اللي يبنى بنعطيه يا الله يبارك لكم مره خسكم ما يسد المليون العيال تستاهل كل شيء بعدين احنا ممنوعين من قبل الشيوخ الله يبارك لكم ان شاء الله ويسعدكم اليوم ودوم ان شاء الله نحن جايين من ميون اختونا هي نعم ومسوين عمليات ونشوف هذا الرجال هذا اللي مره في مصر ومره ما ادري وين ومره ما ادري وين متنقبش تعالوا يا رب هذا الرجال هذا الرجال هذا الرجال هذا الرجال اللي في مصر وفي استراليا استراليا وفي ما ادري يوم اشترى المغرب وما ادري وين كم وحده ما اخذ انت ثلاث والرابع يرمسون عنها أربعة يا ريال وحدة ما شيء غيرها هذاك بس هذا بس ديكور هلال وانت هلال غيرك ما شيء واحد والله وحدة وهذا لسان كله خرب الشيء آمين الله يرضى يسلمكم ويحفظك انت في دعاة الله ما الله تباركتم الحين اخوان مايد مايد بكبره وين مايد روح ايوه مايد الهاملي روح أول ما يأتنا وايهنا يلا مبروك يا المعرس مع السلامة يلا مع السلامة يلا مع السلامة الله يحفظك مع السلامة الورد ما شاء الله نبى صورة نبى صورة يلا حينه يا سلام امسكوا بالخير يا اهل السناب خالد اعطيك المزروعي معاكم والله والنعم الرجال هذا احب انا في الله والى الامام الى الامام يا خالد الى الامام نحن من المعجبين جزاك الله خير ومتابعينك اول باول يبالي اربع طابوقات لين الحق لا لا ما عليك ما عليك هذه كبيرة بتكسرها ما بتكسرها يلا يلا مع السلامة مع السلامة هزاع هزاع تعال ياي تعب اصورك ما تبغى اصورك ما يبغى زامه بعمره بعي ولد العيوز ها كيف تقول انت سمعتك ولد العيوز؟ هي قلت ولد العيوز ولد العيوز سمعتك الحين تراها لا عاد انا وين اتروع؟ انا ما اتروع ابوي منها لا هاجمنك يهاجمنك كله بالمسجات ترى اسوي ترى شيء يوم يجي هجوم وايد قوي اصخ
ختل ختل شرد يعني ما قصرت ابو محمد على الزياره انت والشرد الله يبارك لكم ان شاء الله بارك الكيكه اللي توني صورت لكم هذه من نفس الكيك اللي الحرمه اللي تخدمه كيكه عزه هذه الكيكه اللي بالسح ما شاء الله تبارك الرحمن الطلبات ما ونت يا غير سوى شوي تاخير في التسليم لان الطلب وايد يا وانا عيل قلت لها من قبل قلت لها عندك اللي تغطين الطلبات قالت هي وين عندك هي اكثر عن 5-6 حريم دقن تليفون يتشكنا وان نحن طلبنا واخرتنا عزه لين 3-4 ساعات قلت وعما ما بيديحي والله اتصلت وفاتنت عليها فاتنت عليها بالقوة بعد اقول لكم هاي حرمة توها طالبة كيكة وكلت ثلث الكيكة اللي بتطعم ابوي الدبش الاول يوم ياكلن السح وايد يحمرن وتتنفخ بطونهن ويموتن لان نفتش تبطل باب الستور البخار وعفدن الدبش في البخار ولا يمن السح كلن تبخن وماتن احيانا تنهنمونه بتك ابوي هاي كيكه السح السح اللي فيها ما بشيء بسيط لا كميه كبيره فلذاك ابوي اللي بياكل من هاي يخف على عمره وترى الكيكه ما تعول يومين 3 أسبوع ما تعول في مكان براد ما بتلاجة حتى مكان براد يعني ما تعول ليش ما تعول لانها مخدومه يوم السح منظف وحاف في امهاته ومنظف زي ما زين ومنفوخ عليه بمكاين وطاير طار عن الغبار وكل شيء ويردون يغسلونه ويهبونه من يد ويديد لين يحف وتلينه الشمس وعقب ابوي يصيرون يكنزونه من هذا السح لو بيكمل 4 سنين ما يعول لو بيدور حتى عليه حول ما يعول لانه مخدوم خدمه طيبه يا غير هذاك مال يكه وعطى بيزه ما يستوي ابوي يد وكنز يد وكنز ما يستوي لازم ابوي يبال تنظيف وغسال زين ما زين فلذلك ابوي واحد ما ياخذ شيء مني وطريج من عند حد ما يعرفه اللي بياخذ صح ياخذ من ناس هالذمه وهالضمير وهالمعرفه بارك الله فيكم والله يبارك للمعاريس ان شاء الله يجعل السرور يجعل ان شاء الله السرور والفرح لزيمهم دب الحياه ويرزقهم الذريه الصالحه يرزقهم الذريه الصالحه مثل ما هو ياس يحوف ببوه في ابوه الحوف شفتوا ايش قال يحوف ابوه يحورب وياه ويتحيل ويرزف شو بقولكم شيء عظيم يعني الله ان شاء الله يفرحهم ويفرح امه محمد يفرح ان شاء الله كل بيت ويبعد ان شاء الله الكدر عن كل ادمي كل مسلم ويحافظ بلادنا حكومه وشعبا من كل مكروه يلا في مال الله بس عليكم او ان اليوم لا اليوم انا رغم اليوم يوم لا لا فاستوى ابوي بقدره قادر يلا في مال الله اليوم بالذات دبل عن كل يوم بعد استوى الله نهب احنا يلا في مال الله توني شايف انك وين بتصير؟ لا ما بزعلان لك وين بتصير؟ هي كيف؟ انا اذا تسبح الحين؟ باصل انزين لكن الحين وين بتصير؟ الحين وين بتصير؟ عبد الله ادري بتصير عندكم عبد الله الاول بيت خلاص بس اول عندكم عبد الله عقب اسوي رياضه وعقب اسير البيت زين صلاح يسلموا عليك من مستشفى بارجيل وبيسوي لك موعد الاسبوع الجاي عسب ضروسك هي بسوي هي بسوي كامل الدكتور هذا جراح رقم واحد بيقابلك اول وبيفحصك ان شاف يروم يسوي بيقول هي وما يروم ترى بيتعذر شو رايك انت؟ ماشي مشكله؟ أخاف شيء مشكلة يا صلاح شيء مشكلة لو ما شيء لا أكيد غير بدل ها ستة هذا شو في المعاريس لا ها دكتور الدكتور شفته ايه؟ شفته قال صلاح قال له أوكي بيقابلك ايه؟ هي بيقابلك بيسوي لك فحص كامل ايه؟ وبيسوي لك بيشوف كان بيروم يسوي لك حيلة ولا حول عسب حنوتك الفتش هذا الفتش ايه؟ مثل بيسوي مثل ما الخلف ايوه تصير خلط ايه انزين انزين حبيبي قول له شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا مستشفى بارجيل بارجيل لا بار لا ما اعرف برايك عيا ناقي لا بارجيل ناقي
اقول لك كله. تفضل. الله يرحم زايد وزايد الاول. انتم الشحوح مخلفين ابو على يد. لكم بياض الوين. الله يحفظها ما هي مو غريبة عليكم. سيف يا الله. مساكم خير ونور وسرور ورضا من رب الغفور. وصلت البيت ويلست وعينت من الله خير وصليت المغرب وصليت العشاء وعطيتهم جسمهم الهذربان والرمسة للبيت وعندك ودونك وحيني على الله يحفظكم. ساير النادي ساير النادي وباكل ابوي هواي وبرمس وبسوله وبتمرن وبضحك وعندك ودونك وبخلي ابوي القرعة ترعى ليه في كب دقيح اللي يحيد ابويا فيه في كب دقيح ولا يحيد ابويا متوزي برايه انا ما علي انا ابوي مدامي حي برمس وبسولف وبضحك وبرمس من راس خالي ما يبالي برمس من شو راس خالي ما يبالي فلذلك اللهم لك الحمد وين ما اصير اموري متيسره ولا علي بار ولا عليه حمك الله ولا هم يحزنون شحاتي ماكلات وشاربات ومنحات الموت مات وياركم الله وإن شاء الله أني بخلص من التمرين وبسير البيت وبحط راسي وبرقد اليوم برقد من وقت لأني بقول ترى ما قيلت تحيدون وباكر سيرة البحر سيرة البحر باكر نبونها كانت سيرة دبي غير ما الله كتب إن شاء الله سيرة البحر باكر بمبات ونهار ثاني الجمعة عقب الصلاة إن شاء الله عقب ما نتغدى بتسوي كشت عودة متيامعين كلهم عيال الهادومة وهم سالمين وهم سالمين كلهم أبوي بتيام كل حد بانوشة كل حد بانوشة بنتيامع كلنا في حالة من هالأحوال وبنمسي هناك أبوي وبنتعشى وبنرمس وبنكسر اليوز لين يميل العود ويحتني وبنشل ودامنا وبنضوي بيوتنا وبنحط روزنا وبنرقد وبنصبح يوم السبت إن شاء الله كالعادة غداي في بيتي في أبو ظبي إذا الله جعلنا من حيين والدنيا مطرجة يلا إن شاء الله عاد إحنا يشتاء بتستوي سيرات ليوة وسيرات الغربية ما بنخلي بقعة تعد وتذكر إن شاء الله بارك الله بالنور السرور يا بطي يقول غرو النهب لي يوم هرمى سهامه ولديت عيني عنه والقلب لهلد رابط ضميري دم شيط خيامه وغنيت فيها من الطواريك لفند يا ليتني واحد من ابناء عمامه ما كان في سلم الوصل عنه بارد وانا الضد كنا نزلنا من متون الغمامه ما كننا الا ناس على الارض تنعد ويا طير يلي مرهبتك الحمامة طيورنا لفلست يا الظروف وتبلد شاعر ويوم يحق لابناء عمامة حاجو الصدرة في القوافي تسرمة كابو كابو بارك الله بالنور السرور يا بطي يقول غرو النهبني يوم هرمى سهامة ولديت عيني عنه والقلب لهلد رابط ضميري دم شيط خيامه وغنيت فيها من الطواريك لفند يا ليتني واحد من ابناء عمامه ما كان في سلم الوصل عنه بارد وانا من قبيس الفخر والشهامه مالي عن قبيس الفخر يا الغضي بد دومن الروم اللي صعيب مرامه ونطوع العاصي ولا نرحمه الضد كنا نزلنا من متون الغمامه ما كننا الا ناس على الارض تنعد ويا طير يلي مرهبتك الحمامه طيورنا لفلست يا طير تنهب وتورد الضامي حدود السلامة عقب الهماج تورده صافية العد يا سعد من خلى القبيسي حزامه مالان في جور الظروف وتبلد شاعر
قلوبي حق الابناء عمامه حاجه الصدره في القوافي تسامح كابو كابو.